فراشين كتيب العام النقابة الوطنية للتعليم CDT. اليوم هذه لحظة مهمة لأنه وقعنا فيها اتفاق الجزء الثاني من بعد اتفاق 10 جنبير. تم الاتفاق اليوم على تعديل كل مواد ومقتضيات النظام الأساسي، تم حذف مواد، إضافة مواد، تم تعديل المواد اللي كانت مطار احتجاج ديال النساء ورجال التعليم. لهذا كنعتبروها لحظة مهمة، أكيد بأن الحوار سيستمر حول كل القضايا والمطالب اللي بوتيتخ مازال معلقة، ولكن الأساسي اليوم هو نخلقوا تعبئة حول المدرسة العمومية وحق بنات وأبناء شعبنا في التمدروس ديالهم. قمنا بنداء كنقابة وطنية للتعليم وغادي نديروا مبادرة ديال فتح مقراتنا من أجل تقديم دروس ديال الدعم لفائدة التلاميذ بشكل مجاني، وأكيد كذلك الأساتذة والأستاذات داخل مؤسساتهم غيقوموا بهذه المبادرات لأن عندهم ارتباط وجداني بتلاميذهم. فالأساسي اليوم هو قضية المدرسة العمومية والدفاع على قضية المدرسة العمومية وفي قلبها طبعا مصالح نساء ورجال التعليم.